نوليو ما نفرزوش وين رانا رايحين، وما نقدروش نقيموا حقيقة الأفعال والأقوال والعمل السياسي اللي راه جاري. فإذن باش أنا من يعني ما ندخلش مباشرة في موضوع نعم ما كانش الآن شفافية في العمل السياسي في البلاد. التقيت رئيس الجمهورية عدة مرات من دون شك طالبته بالشفافية. نعم. المشكل هل أنت تشوف باللي ما كانش شفافية الآن في تسيير البلاد؟ لا، واضح أن ما كانش شفافية لأن ما كانش ميكانيزمات، وما كانش ما راناش عايشين في إطار دولة قانون وديمقراطية اللي تخلي تكون الشفافية اللازمة باش تتسير الأمور. الآن الشفافية ماهوش مشكل إرادة رئيس جمهورية ولا رئيس حزب وإلا جهة من الجهات. الشفافية اللي تكلم عليها اللي تتسير البلد تجي من خلال وظائف تاع مؤسسات لكل وحدة تأخذ المسؤولية تاعها. للأسف ما راناش في هذه المرحلة. أكثر من هذا رانا في مرحلة وين الجزائر تحاول تخرج من نظام فاسد وكما يقولوا مع عصابة، وبقايا العصابة هي مازالها تتحرك ومازالها في دوالي بالسلطة في كل مستويات، وهي تعرقل وتخلق حتى ثورة مضادة لأي تغيير، ضد أي تغيير. ونقدروا ندخلوا في هذا الموضوع يعني أكثر. نسمح لنفسي نزيد نطرح سؤال. الثورة المضادة الآن تشوفوا فيها على مستوى الإدارة، على مستوى الحكومة، يعني واضح في المصطلحات، على مستوى الولايات، على مستوى رجال الأعمال، وين تشوفوا فيها الثورة المضادة؟ أم تتكلم السي جلال السفير على مستوى الشارع؟ لا في لا 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 يكون واضح. لا لا هي على كاين إشكال تاع طبيعة السي جلال السفير، يعني كاين الكلام كاين الكلام كاين الكلام، لكن الإشكال الحقيقي الآن الناس ما تلقاش في الملموس. نعم. هذا هو البروبليم الكبير. نعم. شوف المشكل هذايا تاع كيفاش نقول يعني تراكم المشاكل منذ عقود ماهوش منذ أشهر، خلى أنه هذا يعني عرقلة التغيير تأتي أولا وقبل كل شيء من داخل النظام ومن الأجهزة تاع النظام ومن الناس اللي كانوا مسؤولين، والبعض منهم مازالهم في المسؤولية والبعض منهم ما بقوش في المسؤولية ولكن عندهم تأثير مباشر على عرقلة التغيير. فإذا المشكل مازالوا في مستوى على مستوى المسؤولية السجلاني ظاهر ظاهر، لأن المسؤولية هاي درجات وعندك عدد كبير من المؤسسات اللي فيها يعني اللي قلت بقايا النظام السابق مازالها تأثر وتسير مباشرة. طيب ما طرحتوش هذا الإشكال لما التقيت أنت اللي التقيت السيد الرئيس عديد المرات، ما طرحتش هذا الإشكال الرئيس واش قال لك؟ لا واضح أنا رئيس الجمهورية يعني هو يتكلم هو بنفسه وأنا مانيش ناطق رسمي باش نتكلم يعني ولا نجيب الكلام اللي قاله لي، ولكن هو واعي جدا بهذا الإشكال ويعني رانا عايشينه وهو عايشه وراه يحاول يدير تغيير هيكلي لربما مازال الناس ما تفهمتوش. انا نعطي لك منظوري من موقفي وجاي الكلام طبعا، ولكن يعني في نهايه الامر كل واحد مسؤول على ما يقوم به، والمسؤوليات تتضح مع الوقت لان كل واحد الاتهامات سهله نقدر نتهم كل الناس، ولكن في نهاية الأمر خلي الوقت هو اللي راح يوضح للرأي العام شكون اللي راه يعرقل المسار تاع التغيير وشكون اللي راه يخدم للتغيير ولأي أغراض. هذا كلها نطرقوا إليها إذا حبيتوا. طبعا احنا ماذا بنا التوضيحات طبعا الزملاء نعم. اللي يحب نوضح فقط اللي يحب الكلمة يرفع يده فقط ندوا له الكلمة يعني باش نستمروا في الحوار. انا ماذا بيا سي سفيان جلالي تزيد توضح لنا اكثر وين 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 الاشكال حسب رايك اذا عندك معطيات، وين الاشكال في المؤسسات الدوله، وين واش وين هذه المؤسسات يعني ماذا بينا الوطن يعرف مش احنا فقط نعرفه وين يعني لما الان تسمع في الحراك للاسف الشديد الاخير هذا باللي المخابرات ارهابيه والشرطه استعمار يعني انحرافات خطيره جدا تهدد البلاد. سفيان جلالي وانت بدون شك تشاطرني هذا الراي، وين المؤسسات؟ واش من المؤسسات اللي راه مبلوكيه للجمهوريه لهذا الحد يعني انه القرارات ما تمشيش وباقي يعني باش نخرجوا من الكلام العام هذا بيا شويه تفصيل. نعم شوف القراءه لازم تكون قراءه
شاملة لما يجري في البلاد، لأن احنا كجزائريين تعودنا أنه نفسر ونفهم يعني الأحداث كأنها كل حدث وحده. المشكل أن هنالك ارتباط شامل اللي راه يؤدي في المجتمع إلى اتجاهات بدون وعي إلى مشاكل خطيرة جدا. وإلا سمحت لي أنت في البداية قلت بلي نروحوا إلى الحدث الحالي، يعني نظن باب مهم جدا نقدروا نفتحوه باش نفهموا التداعيات ونفهموا كيفاش راهي الأمور تمشي. يعني تكلموا على ملف المجلس الانتقالي اللي تتحدث السيناتور بن زهير، قال بأنه الجماعة اللي كانوا في المجلس الانتقالي يعني تقاضوا مبلغ 40 مليون. طبعا هو تكلم يعني حتى زيادات الوضع الحالي تاع لي ديبيتي، يعني بأنه أي زيادة للديبيتي تقيس المجلس الانتقالي، وانت من بين الأسماء السيجدة. نعم أنا أقول لك بعد بسم الله الرحمن الرحيم من آية يعني قرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. يا أخي شوف، الناس هادو يتكلموا وهما من بقايا هاد العصابة، والشيء الغريب أنه الرأي العام صبح يتوجه من طرف ناس اللي هما كانوا في قلب الفساد. أولا أنا أنفي وأكذب وأقول باللي افتراء على المبالغ اللي تكلم بها، هذا ما عنده حتى علاقة بالغربعين مليون. نعم، وهذا بريد كما فهمت أنا، وهذا إن شاء الله تروح للقضاء وخليوا القضاء يفصل في هذا الأمر باش ما نسقطوش النقاش لمستوى يعني اللي ما كانش لازم أبدا نسقطو فيه. درك المشكل ربما في بعض الأحيان كلمة حق أريد بها باطل. هنالك إشكال تاع الصندوق لإطارات الدولة، صندوق التقاعد الإطارات السامية للدولة. لو فون سبيسيال دي غوت. بار. اللي كيس يعني حتى الوزارة. نعم. الإطارات السامية كاع. هذا هو. صح. في الفون هذا فيه كل الإطارات اللي كان عندهم مستوى مسؤولية في الدولة. وهذا مش برك خاص بالجزائر، هذا عديد من الدول اللي تستعمل في هذا يعني المجال نوع من هذا الحلول، لأن في السياسة الإطارات السامية ممكن جدا أن ما تلائمش يعني سياسات ويخرجوا يتنحوا من المناصب نتاعهم، وغير مقبول ومعقول يخليوهم يعني بدون إمكانية المعيشة وهما كانوا في مسؤوليات وعندهم معلومات حساسة. هذا الإطار اليوم أصبح هنالك بعض الامتيازات المفرطة واضح، وعندما كاين يعني كيفاش نقول المنح لي بريم وتزيد هاد لي بونسيون ويطلعوهم ويفوقوا حدود، بطبيعة الحال الشعب يرفضها ويقول باللي غير عادلة. فكان انا نظن لو كان السيد هذا كان بالنية صادقة كان اولا يطرح الإشكال في وقت البرلمان، لأن البرلمان اللي جاءوا بالأغلبية تاع الحزب اللي ينتمي إليه وب يعني مساعدة ولا مساهمة تاع الإخوان اللي كانوا في البرلمان كان بالحق يفتحوا هذا الملف ويعالجوه بكل موضوعية، وإلا كاين خلل يغيروا وينحيوا ويعودوا يديروا بالعدالة هذا الأمور. وأنا يعني من أنصار الذين يقولوا بلي لازم يشوفوا إعادة النظر في هاد يعني القرارات، شيء طبيعي جدا. المشكل وين؟ المشكل الخطير جدا. سجلاري سفينة إذا سمح نأكد على شيء تمع إعادة النظر. نعم. في تعامل الصندوق تاع الإطارات. نعم. السامية الوطني. نعم. نعم. نعم شيء طبيعي. نذكر برك حاجة. البرلمانيون كلهم منذ 1975
واللجنة المركزية تاع الأفلان وكل الإطارات كلها عندها يعني راتب من هذا الصندوق وب يعني كيفاش نقول يعني مبالغ في بعض الأحيان مضخمة. سؤال لماذا فتح الآن هذا الملف وبذكر ثلاث أسماء؟ كأنه أنا درت هذا القانون ولا صوت عليه ولا أنا يا رحت اختلست أموال الدولة، يعني هو بدون أي تحري الناس مباشرة تروح تهدر في الأشياء، لأن مع الشعور مع الناس يعني راهم مضرورين، مفهوم أنه المواطن البسيط يرفض وما يقبلش مثل هذا التعامل. ولكن وين هي الحقيقة ولماذا ضرب أشخاص فقط؟ عشرات الآلاف تابعة لهذا الصندوق ولكن خرجوا ثلاث أسماء، ما بين ثلاث أسماء هادو رؤساء أحزاب، زوج أحزاب راهم يلعبوا دور مباشر ومهم في الحوار. الكل تعرفوا باللي احنا بعد الانتخابات تاع ديسمبر قبلنا بالحوار و يعني حاولنا نساندوا هذا المسعى، وتعرفوا باللي كانت انتقادات شرسة وكبيرة جدا من بعض الأوساط، على علم ولا غير علم، على وعي ولا غير وعي، على كل حال نتقبلوا يعني الأفكار المتعددة. المشكل كيفاش يجي من إنسان استفاد من الريع والنظام الفاسد ويوجه التهمة لناس اللي راهم يعني التزموا بالحوار. في الحقيقة الضربة الحقيقية اللي وراء هذه العملية هي ضرب مصداقية الحوار اللي حبوا الرئيس عبد المجيد تبون، لأن الأفلان ما جاش الحوار وما استدعاهش. ونذكر أنه الأفلان في 12 ديسمبر كان ضد ترشح تبون اللي هو أصلا كان من تلك الحزب، وراحوا ساندوا مترشح خارج الأفلان، شيء غريب. ونقدر نذكر أكثر مادام رانا نهضروا على الفساد، ولا في 2017 عندما جاء سي عبد المجيد تبون كوزير أول، بدأ المهام تاعو ضرب الأوليغارشيا. احنا ما سمعناش صوت سيناتور ولا صوت المسؤولين تاع الفلان يدافعوا على حقوق الجزائريين، كانوا وراء الأوليغارشيا، واليوم حبوا يصبحوا هما يدافعوا على الشعب ويوجهوا الرأي العام تاع الشعب ضد من كان واقف ضدهم. فإذن المشكل أعمق، هذه خطة لكسر خطة الحوار تاع رئيس الجمهورية. ثانيا، علاش ما بين كل الأسلاك والمؤسسات اللي تستفاد بهذا الصندوق وجه السهام إلى المجلس الوطني الانتقالي؟ ماهيش بريئة تماما، ماهيش بريئة، لأن في الحقيقة المجلس الوطني الانتقالي كان ما بين المؤسسات اللي دفعت على الدولة كي كانت مهدة بالانهيار وساعدت على الخروج من الأزمة. واليوم التشويه راه يمشي باش يكسروا أسس الدولة الجزائرية. أنا ما سمعتهمش هاد الناس، لم أسمع صوت الناس اللي تهدر عندما الأمناء العامون تاع الحزب نتاعهم كانوا يتكلموا بالدولة المدنية ويتضربوا في الجهاز الأمن تاع البلاد. والأمناء العامون اللي سرقوا 3000 مليار داوها اختلاسات كانوا يمشي وراءهم ويصفقوا لهم، كانوا يشريوا بالملايير المقاعد نتاعهم، لأن بالمقاعد هذه والحصانة
عندهم ما يديروا واش داروا. سيد هذا انا نقول له انا ما عنديش عقارات لديتها من الدوله في الخنشله، ونقول له حاجه واحده اخرى، انا الجد تاعي مات شهيد والاب مجاهد وعمري ما تكلمت عليهم، ما كانش قايد جدي. فضرب السي ان تي خاصة والناس ماتت بيد الإرهاب من السي ان تي، وأنا نحيي الأعضاء تاع السي ان تي، لأن في الوقت 1994 جاو من الجامعة، جاو من الحركة الجمعوية، جاو من أحزاب متعددة، كانوا الناس هذاك الوقت يهربوا باش يخرج أمام التلفزة ويتكلم في مجلس اللي كان يدافع على الدولة. ونزيد نوضح هذا قضية المجلس الانتقالي. أنا ذاك كنت مناضل في حزب. في 1994 كنا رفضنا أن ننتميو إلى المجلس الانتقالي، ودخلنا هذاك المجلس في مارس 1996 بعد الانتخابات الرئاسية، وين الرئيس اليمين زروال صبح يعني رئيس الجمهورية شرعي لسنة واحدة. والإخوان اللي كانوا في المجلس الوطني الانتقالي كانوا خدامين شهرين يخلصوا الكوتيزاسيون تاعهم ككل الناس، واستفادوا من هذا الرتبة كي كل الناس، ولا حبيتوا يعني تخرجوهم. هذاك الوقت واش كان صاري؟ يقول لك حنا رانا سبلنا بنفسنا وما عندنا حتى ضمان نعيشوا غدوة، واش مصير العائلات نتاعنا؟ فاستفادوا كما كل أجهزة الدولة الأخرى اللي يستفادوا من هذا. الآن تقول لي باللي كاين ناس كثير عانوا من الإرهاب وضعوا لهم أفراد من العائلات، وخاصة الناس اللي كانوا رفضوا السلاح من يعني في الجيش وصبحوا متقاعدين، واليوم حقوقهم ما هيش يعني ضامنة، والكثير منهم عانوا وما زالهم يعانيوا للآن وما حللهمش المشاكل. هذا الظلم. لازم الإخوان من متقاعدي الجيش، من الناس اللي خرجوهم، ومن الناس اللي دافعوا على الجمهورية الجزائرية، لازم يتكفلوا بالاحتياجات تاعهم في المستوى نتاعهم، مستوى المطلوب نتاعهم. الغريب انه نضربوا الناس اللي راهم يحملوا مسؤولية الحوار، ونضربوا مؤسسات اللي كانت اصلا دافع على الدولة، ونسكت على الشعارات اللي تحب تضرب المؤسسات الحالية. فإذا عندما تكون عندك مخطط خبيث ونستعمل عدد كبير من القنوات، نضرب بالحوار ونضرب المؤسسات اللي كان عندها، كان لازم يكون عندها مصداقية، ونضرب المؤسسات اللي تسير البلاد، ونقول على المخابرات إرهابية، واش حبينا نوصلوا؟ وين حبينا نروحوا؟ هل بهذه الطريقة نغيروا؟ وشكون اللي راه يقوم بهذا العمل؟ أنا نعطيكم معلومة. في ولاية تيبازا عندنا مسؤولة ولاية تيبازا، وهي عضو في المجلس السياسي، اللي موالف بالفيسبوك يعرف العمل اللي تقوم به في قضية تنظيف البلدية في فوكا. داروا لها ملف رئيس بلدية فوكا، دار لها ملف باش يدخلها للسجن. والملف واش هو؟ جاب شهود مفبركين وقال لهم راهي تشتمني وشتمتني وهي عمرها ولا تلاقاتو، وكان تواطؤ مع بعض رجال الأمن محليا فيقدروها بعد ما تلاقيت برئيس الجمهورية. ففكروا دقيقة واحدة، لو كان دخلت للحبس ووقفت قدام القاضي وما دخلتش الحبس، لأن مدير مصلحة الأمنية تاع الولاية دار تحريات وبفضل بعض الوطنيين باش ما خلوهاش تدخل للسجن، وخداو
قرارات و يعني بعض رجال الامن تاع الدائره والبلديه يعني كان عندهم دي سانكسيون. فكروا برك علاش هاد العلاقه، رئيس بلديه افلا اليوم في عدد كبير من الولايات وكل مناضلين جيل جديد راهم ضغوطات كبيره تجيهم من العصابه هذه المحليه، لان العصابه راهي في الاداره في البلديه في بعض الاحيان يعني رجال الامن في العداله في كل مستويات. فدرك الاحزاب السياسيه اللي راهي تقدم امكانيه بديل حقيقي وين تنظم الشباب مهما كان جا من الحراك او جا من الجامعه او جا من حركه جمعويه لتنظم فيهم، هادوك هما اللي مستهدفين. هنالك تحالف موضوعي ما بين بقايا العصابه وبعض المتطرفين، لان عندما نقصي كل الاحزاب الجديده نترك الفراغ باش العصابات عاود ترجع، وإلا ما رجعتش بهذه الطريقة تعاود ترجع بالفوضى في البلاد. لذلك احنا كنا طلبنا رسميا عدد كبير من المرات أنه التسمية تاع الأفلان تتنحى، لأن الأفلان تاعنا كلنا، تاع جدودنا، تاع الناس اللي حروا البلاد. طلبتوا بحل الأفلان؟ لا، طلبت أنا ب لأنه شفنا في خطاب في اللقاء الأخير للسيد رئيس الجمهورية وكانه يعني جاو، انا شخصيا فهمت وكانه يعني اجابه ليكم انت ويعني كرئيس حزب والبعض الاخر اللي طلب بحل حزب جبهه التحرير الوطني، لما السيد الرئيس لمح قال بانه